السلام عليكم يا شباب. النهاردة بإذن الله هنستكمل الجيولوجيا وهناخد الفوالق. أولا كده احنا عايزين نعرف يعني ايه فوالق. الفوالق هي واحدة من أهم التراكيب التكتونية الأصل، يعني الفوالق يا شباب من التراكيب الجيولوجية الثانوية. طيب ايه هو الفالق؟ الفالق هو عبارة عن كسر وتشقق في الكتلة الصخرية، فبيصاحبها حركة نسبية للصخور اللي بتتهشم على جانبي مستوى الكسر. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا شباب، تخيل كده معايا انكم قدامكم كذا طبقة صخرية، ادي طبقة وادي طبقة تانية. هنفترض مثلا دي كده ودي كده، فاحنا كده يا شباب قدامنا ثلاث طبقات صخرية. ايه بقى اللي بيحصل؟ افترض ان هذه الطبقات حصل لها كسر، افترض ان هذه الطبقات اتكسرت، حصل لها تشقق كده وقامت مكسورة، في حاجة جت وكسرتها. شايفين اتكسرت ازاي؟ اهو بقى يا شباب الكسر ده بنسميه مستوى الفالق. طيب بالراحة كده، يبقى انا قلت ان الفوالق هي من التراكيب الجيولوجية الثانوية، عرفناها، قلنا هي عبارة عن كسر وتشقق في الكتلة الصخرية. كتلة صخرية كانت قدام حضراتكم حصل لها كسر وحصل لها تشقق، ففي حركة بقى. يعني ايه؟ يعني لما اتكسرت يا شباب الكتلة الصخرية دي ودي، ما هي بقت جانبين دلوقتي، ده جانب وده جانب، فاتحركت. يعني بعد ما اتكسرت يا شباب اتحركت، ما دنتهاش ثابتة. يعني بعد ما الكتلة الصخرية دي اتكسرت فاتحركت، الجزء ده اتحرك والجزء ده كمان اتحرك، ادي مستوى الفالق. فالجزئين دول اتحركوا، سواء الكتلة الصخرية دي او الكتلة الصخرية دي، ما دنهمش ثابتين، اتحركوا. يبقى الصخور اللي بتتهشم يا شباب بتتحرك. يعني في الفالق لما كتلة صخرية تتكسر عن طريق مستوى الفالق او تتعرض لتشققات وكسور، فالصخور اللي بتبقى على جانبي مستوى الفالق، سواء الجانب الايمن او الجانب الايسر، فبتتحرك يا شباب، ما بتدنهاش في حركة ثابتة. خلاص كده، يبقى هو دي رسمة توضيحية بسيطة عن طريق ازاي مستوى الفالق بيكسر مجموعة من الصخور. عناصر الفالق، هل الفالق له عناصر؟ ايوه يا شباب، هو له ثلاث عناصر. اول عنصر مستوى الفالق، تاني عنصر صخور الحائط العلوي، وتالت عنصر صخور الحائط السفلي. اول عنصر اهو يا شباب مستوى الفالق، اللي هو المستوى اللي عمل تشقق او تصدع في الكتلة الصخرية اللي قدام حضراتكم، وبينتج عنه بيبقى في صخور حائط علوي وفي صخور حائط سفلي. طيب هنعرف ازاي نفرق دي مثلا صخور الحائط العلوي ولا دي؟ دي صخور الحائط السفلي ولا دي؟ تمام، ما ده مستوى الفالق. ازاي بقى بقدر افرق اذا كانت دي صخور الحائط العلوي ولا دي، ولا دي صخور حائط سفلي ولا دي؟ طب اعرفهم ازاي؟ اول حاجه، الاول ناخد اول عنصر ونركز فيه. يبقى مستوى الفالق يا شباب هو ده، مستوى الفالق زي ما قلنا الخط اللي بالاسمر ده. يبقى مستوى الفالق تعريفه ايه؟ هو المستوى اللي بتتحرك على جانبيه الكتل الصخريه المتهشمه بحركه نسبيه بينتج عنها ازاحه. اتفقنا ان الكتل الصخريه دي بتتحرك، سواء دي او دي، فهي بتتحرك فبينتج عنها ازاحه. يبقى لما اجي اعرف مستوى الفالق يا شباب واقول هو المستوى الذي تتحرك على جانبيه الكتل الصخريه المتهشمه بحركه نسبيه بينتج عنها ازاحه. طيب ازاي بقى اقدر احدد صخور الحائط العلوي وازاي اقدر احدد صخور الحائط السفلي؟ هنرسم مع بعض شويه رسومات ونشوف بنحددهم ازاي. صخور الحائط العلوي ده العنصر الثاني، العنصر الثاني من عناصر الفوالق، هي كتله الصخور اللي موجوده اعلى مستوى الفالق. صخور الحائط السفلي هي كتله الصخور اللي موجوده اسفل مستوى الفالق. يبقى احنا خدنا العنصر الاولاني مستوى الفالق، وقلنا هو المستوى اللي بتتحرك على جانبي الكتل الصخريه المتهشمه بحركه نسبيه بينتج عنها ازاحه. صخور الحائط العلوي هي كتله الصخور الموجوده اعلى مستوى الفالق، وصخور الحائط السفلي هي كتله الصخور الموجوده اسفل مستوى الفالق. طيب احنا نيجي دلوقتي نرسم فالق مع بعض، وبناء على ذلك نحدد مستوى الفالق، نحدد صخور الحائط العلوي، ونحدد صخور الحائط السفلي. طب الكلام ده ازاي؟ اولا اللي بيعرف يرسم بايده كويس تمام، اللي مش بيعرف يمسك مسطره. المهم انها سهله، يعني مش محتاجه الكلام، مش محتاجه اساسا مسطره، بس لو عايزين يا شباب عشان يعني الرسم يكون مظبوط شويه. ده مستوى الفالق، وادي مثلا وادي الصخور
اللي اتهشمت او اتكسرت. يعني انا مش عايزة اكمل. خلاص يا شباب، يبقى انا كده رسمت مجموعة من الصخور، وده مستوى الفلك، ده مستوى الفلك. مش عايزة اكتب دلوقتي علشان بس ما يعني الرسمة ما تتلخبطش معايا، بس انتوا عارفين ان الخط ده هو يا شباب مستوى الفلك. طيب يبقى انا عرفت اول عنصر اهو مستوى الفلك. طب ازاي بقى اقدر احدد، ازاي اقدر احدد صخور الحائط العلوي وازاي اقدر احدد صخور الحائط السفلي؟ قال لك تعالى هنا واعمل محور. هعمل محور فين؟ على الجزء ده يا شباب، كده محور. طبعا المحور اهو كأنك عملت المحاور بتاعت الرياضيات لو تفتكر. عملت المحور ده يا شباب، ايوه. بص بقى معايا، دي زاوية من هنا، من الفالق. شفت الزاوية كبيرة قد ايه؟ طيب ومن الفالق للمحور ده شفت الزاوية صغيرة قد ايه؟ انهي اسهل بقى، ان الفالق يتحرك الزاوية الصغيرة دي يا شباب ولا الزاوية الكبيرة دي؟ بصوا انا اول حاجة عملتها ان انا عملت محور. شفت فين الفالق؟ الفالق اهو. هل يا ترى انسب له انه يتحرك الزاوية الكبيرة دي ولا يتحرك الزاوية الصغيرة دي يا شباب؟ الفالق اهو. فانا خدت دي زاوية كبيرة ممكن يتحركها وممكن يتحرك الزاوية الصغيرة دي. هو هيتحرك بقى ناحية انهي الاسهل له، انه يتحرك ناوي ناحية الزاوية الكبيرة ولا انه يتحرك ناوي ناحية الزاوية الصغيرة؟ طبعا اللي اسهل له انه يتحرك ناحية الزاوية الصغيرة. فطالما الزاوية هنا الزاوية الصغيرة عندك، خلاص يبقى هو اسهل له انه يتحرك ناحية الزاوية الصغيرة. قال لي بقى لو الزاوية الصغيرة دي ناحية اليمين، يبقى الصخور اللي ناحية اليمين هي صخور الحائط العلوي، ولو الزاوية الصغيرة ناحية الشمال يبقى الصخور اللي ناحية الشمال هي صخور الحائط العلوي. خلاص خد بالك من الملاحظة دي. يبقى يا جماعة الزاوية الصغيرة لو ناحية اليمين، يبقى الصخور اللي ناحية اليمين هي صخور الحائط العلوي. يبقى لو الزاوية الصغيرة ناحية اليمين، يبقى الصخور اللي ناحية اليمين برضو هي صخور ايه يا شباب؟ هي صخور الحائط العلوي. ولو الزاوية والعكس بقى، يعني لو الزاوية الصغيرة ناحية الشمال، يبقى الصخور اللي ناحية الشمال هي صخور الحائط العلوي. طيب نركز بقى، الزاوية الصغيرة دي يا شباب موجودة يمين ولا شمال؟ الزاوية الصغيرة دي هل هي موجودة على يمين الفالق ولا موجودة على يسار الفالق؟ طبعا يا شباب هي موجودة على يسار مستوى الفالق. يعني ادي مثلا مستوى الفالق اهي، الزاوية الصغيرة بقى يمين ولا يسار؟ طبعا هي في جهة اليسار. يبقى الزاوية اهي، يبقى الصخور اللي ناحية اليسار هي صخور الحائط. يبقى بما اني الزاوية الصغيرة ناحية اليسار، يبقى الصخور اللي ناحية اليسار هي صخور الحائط العلوي. يعني يا شباب ادي مستوى الفالق تاني، الزاوية بتاعتي هي يا شباب ناحية اليسار، والصخور يبقى الصخور اللي ناحية اليسار هي صخور الحائط العلوي. يعني أنا عندي الصخور دي يا شباب هي صخور الحائط العلوي، والصخور دي يا شباب طبعا هي صخور الحائط السفلي. أتمنى تكونوا فهمتوا. يبقى أنا يا شباب علشان أحدد أنهي صخور الحائط العلوي وأنهي صخور الحائط السفلي، فأنا برسم الأول فالق بشكل طبيعي خالص، وبعد كده برسم المحاور بتاعتي. فحدد آدي مستوى الفالق، أشوف الزاوية الكبيرة والزاوية الصغيرة. الزاوية الصغيرة لو ناحية اليمين، يبقى الصخور اللي ناحية اليمين هي صخور الحائط العلوي. الزاوية الصغيرة لو ناحية اليسار، يبقى الصخور اللي ناحية اليسار هي صخور الحائط العلوي. هناخد أمثلة تانية، لو ما فهمتهاش من أول مرة عادي إن شاء الله هتفهمها من الرسمة التانية والتالتة. ركز بقى معايا في الرسمة التانية دي يا جميل. آدي برضو دلوقتي أنا برسم فالق،
يبقى انا اهو برضو رسمت مستوى الفلك ورسمت الصخور اللي موجوده. خلاص يا شباب، يبقى ادي الصخور خلاص، وادي برضو رسمت مستوى الفلك. خلاص يا شباب، يبقى انا عندي ادي ده الخط الاحمر ده هو مستوى الفلك. طيب انا عايزه احدد بقى، انت حددتي لي اهو اول عنصر اللي هو مستوى الفلك، فين بقى يا ستي صخور الحائط العلوي وفين صخور الحائط السفلي؟ زي ما تعودنا يا شباب، اول حاجه تعملها انك تعمل محاور. هتحط طبعا المسطره بتاعتك على الجزئيه دي كده وتعمل محور، قص المحور كده بيبقى عامل كده يعني، خلاص يعني واضحه قوي. حدد بقى فين الزاويه الكبيره وفين الزاويه الصغيره. طب هعرف ازاي؟ شوف مستوى الفلك فين، ادي مستوى الفلك صح؟ حدد من مستوى الفالق لحد المحور زاوية، ده من جهة، ده كده من جهة اليمين، وحدد برضو من مستوى الفالق لحد المحور زاوية، دي كده من جهة الايه؟ اليسار. معايا كده؟ هنا الزاوية الصغيرة يا شباب، هنا الزاوية الصغيرة ناحية ايه؟ الزاوية الصغيرة دي ناحية الصخور دي صح؟ يبقى هي دي صخور الحائط العلوي. ركز معايا تاني، ركز معايا تاني. انا لما رسمت المحاور خدت من مستوى الفالق لحد المحور زاوية، دي من جهة، وادي من مستوى الفالق لحد المحور زاوية. شفت فين الزاوية الصغيرة؟ الزاوية الصغيرة اهي، هي في الجهة دي، يبقى الصخور برضو اللي في الجهة دي هي صخور الحائط العلوي. شوف الزاوية الكبيرة اهي، يبقى دي صخور الحائط السفلي. اتمنى تكون فهمت انا بجيبها ازاي. انا عندي الزاويه الصغيره اهي في الناحيه دي، الزاويه الصغيره اهي في الناحيه دي، يبقى الصخور برضو اللي موجوده في الناحيه دي هي صخور الحائط العلوي. وادي الزاويه الكبيره اهي يا شباب على دي، يبقى دي صخور الحائط السفلي. خلاص، دي رسمه ثالثه اهو يا شباب برضو عشان ناكد المعلومه مع بعض. كده عمرها ما تكون مظبوطه، معلش هعرف. ما هو يا شباب ادي برضو رسمت المره الثانيه او المرة الثالثة رسمة تانية، ده طبعا خلاص كده عارفين ان ده مستوى الفالق، مفيش داعي نقعد نكتب كل مرة بقى، خلاص يبقى انا عرفت ان ده مستوى الفالق. طيب احدد ازاي فين صخور الحائط العلوي وفين صخور الحائط السفلي؟ اول خطوة يا شباب انك تعمل محاور، هتيجي في الجزء ده كده وتعمل محور، ادي المحور بتاعك. طيب حدد بقى من مستوى الفالق، من مستوى الفالق لحد المحور زاوية، دي من جهة، وادي برضو من مستوى الفالق لحد المحور التاني زاوية اللي انا ملونها دي. خلاص يا شباب، يبقى انا خدت من مستوى الفالق لحد المحور زاوية، وجيت من اللمة التانية برضو من مستوى الفالق لحد المحور زاوية. فين الزاوية الصغيرة؟ طبعا دي الزاوية الصغيرة اللي هي موجودة ناحية اليمين، يبقى دي هي صخور الحائط العلوي. شفت الناحية الصغيرة فين يا شباب؟ ادي الزاوية اهي، يبقى الزاوية الصغيرة ناحية اليمين، الزاوية الصغيرة ناحية اليمين، يبقى هي دي صخور الحائط العلوي. طيب اما دي بقى طبعا طبيعي تبقى دي صخور الحائط الايه؟ السفلي. اتمنى يا شباب انكم تكونوا عرفتوا ازاي بتحددوا صخور الحائط العلوي وصخور الحائط السفلي. انت بتشوف الزاوية الصغيرة فين؟ ادي الزاوية الصغيرة، فهي ناحية اليمين، يبقى دي صخور الحائط العلوي. طيب وادي الزاوية الكبيرة اهي، دي الزاوية الكبيرة، مش الزاوية الكبيرة اهي في الجهة دي؟ صح يا شباب؟ يبقى الصخور اللي ناحية الجهة دي هي صخور الحائط السفلي. شوف الزاوية الكبيرة اهي، هي في الجهة دي، يبقى الصخور كمان اللي في الجهة دي هي صخور الحائط الايه؟ السفلي. بصوا يا شباب، الفوالق ليها انواع، الفوالق ليها انواع. انا دلوقتي هاخد معاكم اول نوعين لان هو اللي فيه مقارنة ما بينهم. ممكن يبقى فيه فالق عادي وممكن يبقى فيه فالق معكوس.
الرسومات دي احنا لسه رسمينها مع بعض. لو صخور الحائط العلوي يا شباب، لو صخور الحائط العلوي فوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى ده فالق معكوس. خلاص يا شباب. تاني، ايه هو الفالق المعكوس؟ الفالق المعكوس هو الكسر اللي بينشأ من الضغط وبيظهر فيه تحرك واضح لصخور الحائط العلوي الى اعلى بالنسبة لصخور الحائط السفلي. خلاص يا شباب. يبقى ده فالق احنا لسه رسمينه مع بعض. بيقول لي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اعلى بالنسبة لصخور الحائط السفلي. يبقى صخور الحائط العلوي تتحرك الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. يبقى طالما صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي، يبقى ده فالق ايه؟ ده فالق معكوس. ده بقى فالق، ده فالق عادي. ليه بقى؟ الفالق العادي يا شباب هو الكسر الناتج عن الشد، بتتحرك على مستوى صخور الحائط العلوي الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي. صخور الحائط العلوي في الفالق العادي بتتحرك الى اسفل بالنسبة لصخور الحائط الايه؟ السفلي. خلاص يا شباب. يبقى انا كده دلوقتي افرق ما بين الفالق المعكوس وما بين الفالق العادي. اتفقنا ان الفالق المعكوس صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اعلى بالنسبة لصخور الحائط السفلي، اما الفالق العادي يا شباب صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اسفل، بتتحرك الى اسفل بالنسبة لصخور الحائط السفلي. خلاص يا شباب. يبقى اخر مره اهو. يبقى الفالق المعكوس، الفالق المعكوس صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي، اما الفالق العادي يا شباب بتبقى صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط الايه؟ السفلي. اتمنى تكونوا فهمتوا الفرق ما بين الفالق العادي وما بين الفالق المعكوس. انا عندي ان العادي صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي. خلاص. طيب، اما الفالق المعكوس بتبقى صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط الايه؟ السفلي. طيب، عايزين دلوقتي بقى نشوف التعريف. ادي يا شباب اهو التعريف بشيء من التفصيل. يبقى الفالق العادي هو الكسر اللي بينتج عن الشد واللي تتحرك على مستوى صخور الحائط العلوي الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط الايه؟ السفلي. خلاص. يبقى صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي. اما بقى الفالق المعكوس يا شباب، الفالق المعكوس هو الكسر اللي بينشأ من الضغط بيظهر فيه تحرك واضح لصخور الحائط العلوي الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. يبقى الفالق المعكوس تبقى صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. النوع الثالث بقى يا شباب من انواع الفوالق هو فالق الدسر. فالق الدسر هو برضو من الفوالق المعكوسه. يعني ايه يا شباب؟ احنا اتفقنا ان الفالق المعكوس هو اللي بتبقى صخور الحائط العلوي بتتحرك الى اعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. طب انا امتى هقول ده فالق معكوس وامتى هقول ده فالق دسر؟ قال لي ان الفالق الدسر بيتميز عن الفالق المعكوس بايه يا شباب؟ بان مستوى الفالق بيكون افقيا تقريبا، يعني ميله بيكون قليل. عشان كده في ناس بتسمي فالق الدسر بانه فالق زحفي، لأن الصخور المتهشمة بتزحف أفقيا تقريبا بمسافة على مستوى الفالق. هنرسمه دلوقتي مع بعض وتفهم، ولكن اللي أنا عايزاك تفهم التعريف دلوقتي أو تعرف التعريف دلوقتي، هو فالق الدسر هو من الفوالق المعكوسة. فالق الدسر من الفوالق المعكوسة. طيب، أفرق إيه الفرق ما بين الفالق المعكوس وما بين فالق الدسر؟ الفرق يا شباب إن في الفالق الدسر بيكون مستوى الفالق أفقيا تقريبا، عشان كده البعض بيسمي فالق الدسر بانه فالق زحفي، لان الصخور المتهشمه بتزحف افقي تقريبا بمسافه على مستوى الفالق. دلوقتي يا شباب انا هرسم صوره معاكم لفالق الدسر. ادي يا شباب كذا طبقه من طبقات الصخور، ادي طبقه وادي طبقه، ثلاث طبقات اهم قدام حضراتكم. المهم يعني نيجي بقى نرسم مستوى الفالق. ارسمي كده مستوى الفالق. اهو يا شباب مستوى الفالق. طب ايه يعني؟ ايه اللي حصل او ماله؟ لو جيت عملت يا شباب المستوى الافقي، شوف انت عارف طبعا ان المستوى الافقي بيكون كده، صح؟ اللي هو الخط الطويل العريض ده، يعني اعتبر ان الصفحة اهو، فهتلاقي ان مستوى الفالق مايل، ميله قليل بالنسبة للمستوى الافقي.
خلاص يا شباب، يبقى فلك الدسر هو فعلا فلك معكوس، بس اللي بيفرق ما بينه وما بين الفلك المعكوس ان هو قليل الميل. يعني ايه قليل الميل؟ يعني بيبقى مستوى الفلك بتاعه بيكون قريب جدا من المستوى الافقي، مستوى الفلك بتاعه بيكون قريب جدا من المستوى الافقي، عشان كده بيسموه زحفي، لان الصخور المتهشمه بتزحف افقي تقريبا. خلاص، اتمنى تكونوا فهمتوها. يبقى ده مستوى الفلك اللي هو ده، وده كله على بعضه اسمه الفلك الايه؟ الدسر، عشان قليل الميل. مستوى الفلك بالنسبه للمستوى الافقي فهو قليل الميل. دلوقتي بقى يا شباب هناخد الفلك ذو حركه افقيه. يبقى احنا يا شباب خدنا اول نوع الفلك العادي، وخدنا الفلك المعكوس تاني نوع، وخدنا الفلك الدسر تالت نوع. رابع نوع بقى يا شباب فلك ذو حركه افقيه. الفلك ذو حركه افقيه الصخور بتاعته بتتحرك حركه افقيه، مفيش ازاحه راسيه. طيب برضو هنرجع نرسمها تاني. بصوا يا شباب ادي تلات طبقات، اعتقد زهقنا من الرسمه دي قوي يعني. المهم ادي الطبقه الاولى وادي التانية وادي التالتة. خلاص حصل لي اهو يا شباب، ادي قدام حضراتكم تلات طبقات اهو يا شباب. هتعملي ايه؟ ولا اي حاجة. ادي مستوى الفلك اهو. فصخور الصخور اللي على جانبي مستوى الفلك، المفروض ان الفلك اساسا ان الصخور اللي على جانبي بتتحرك حركة افقية بقى، حركة رأسية، هي حرة. طالما فالق يبقى الصخور اللي على جانبي مستوى الفالق دي، سواء صخور الحائط العلوي أو صخور الحائط السفلي، المفروض إنها بتتحرك، تحرك فوق تحرك تحت، هي حرة. ولكن الفالق ذو حركة أفقية، الصخور دي يا شباب بتتحرك حركة أفقية بس، ما بتتحركش حركة رأسية. يبقى الفالق ذو حركة أفقية بقول إن الصخور المهشمة بتاعته ده، هي سواء صخور الحائط العلوي أو صخور الحائط السفلي، هي بتتحرك حركة أفقية في نفس المستوى، بتتحرك كده بس، حركة أفقية في نفس المستوى، مفيش إزاحة رأسية. خلاص يا شباب ركزوا معايا يا شباب في الرسمة اللي قدامكم دي، عبارة عن ثلاث فوالق. دلوقتي بقى أنا طالبة منك إنك تحدد فين صخور الحائط العلوي وفين صخور الحائط السفلي. كالعادة أو كاللي إحنا معتادين عليه إن أنتوا هتعملوا المحور. آدي المحور. خلاص يا شباب ده المحور، وآدي المحاور أهي. طيب حددوا بقى فين صخور الحائط العلوي فين صخور الحائط السفلي. ادي مستوى الفالق، مستوى الفالق مع المحور عمل الزاويه الصغيره دي، ومستوى الفالق مع المحور الثاني عمل الزاويه الكبيره دي. خلاص يا شباب، يبقى تاني مستوى الفالق، مستوى الفالق مع المحور ده عمل الزاويه الصغيره دي، ومستوى الفالق مع المحور الثاني عمل الزاويه الكبيره اللي حضراتكم شايفينها دي. طيب الزاوية الصغيرة هي شباب في الجهة دي، يبقى دي صخور الحائط العلوي. خلاص يا شباب، طالما الزاوية الصغيرة في الجهة دي يبقى دي كمان، طالما في الجهة دي يبقى دي كمان صخور الحائط العلوي، لأن أنا عندي الزاوية الصغيرة ناحية اليمين، يبقى صخور الحائط العلوي هي اللي ناحية اليمين برضه. خلاص، واللي فوق دي صخور الحائط السفلي، واللي فوق هي صخور الحائط السفلي. خلاص يا شباب، اجي على التاني برضو هعمل المحاور بتاعتي. ادي المحاور يا شباب، مستوى الفالق مع المحور ده عمل الزاوية الكبيرة دي، ومستوى الفالق مع المحور الصغير عمل الزاوية الصغيرة دي. طيب يبقى الزاوية الصغيرة دي ناحية اليسار، يبقى الصخور اللي ناحية اليسار هي صخور الحائط العلوي، يبقى دي يا شباب هي صخور الحائط العلوي، الصخور دي هي صخور الحائط العلوي، واللي فوق هي صخور الحائط السفلي. خلاص، طيب اجي هنا برضو نفس النظام هعمل المحاور بتاعتي. مستوى الفالق مع المحور ده عمل الزاويه الصغيره دي ناحيه اليمين اهي، يبقى دي كمان يا شباب دي صخور الحائط العلوي. بشوف الزاوية الصغيرة فين، ادي الزاوية الصغيرة ناحية اليمين، يبقى كمان الصخور اللي ناحية اليمين هي صخور الحائط العلوي. ركز معايا بقى، عندما تتلاقى صخور حائط سفلي مع صخور حائط سفلي لفالقين عاديين، بينتج عني يا شباب فالق بارز او ساتر. ادي صخور حائط سفلي مع صخور حائط سفلي لفالقين عاديين، صخور حائط سفلي
مع صخور حائط سفلي لفالقين عاديين. قال لي لما تتأثر الصخور بفالقين عاديين بيتحد صخور حائط سفلي مع صخور حائط سفلي، يبقى ده اسمه فالق بارز او ساتر. خلاص يا شباب، يبقى لما يتحد صخور حائط سفلي مع صخور حائط سفلي لفالقين عاديين، يبقى ده فالق بارز او ساتر. خلاص، ده اسمه فالق بارز او ساتر. ولكن لما يتحد صخور حائط علوي مع صخور حائط علوي لفالقين عاديين، بيبقى فيه فالق اسمه فالق خندقي او فالق خسفي. لما يتحد صخور حائط علوي مع صخور حائط علوي لفالقين عاديين، خلاص يا شباب، بيبقى اسمه فالق خندقي او خسفي. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا ايه الفرق ما بين الفالق البارز وايه الفرق ما بين الفالق الخندقي. يبقى لما يتحد صخور حائط سفلي مع صخور حائط سفلي لفالقين عاديين، بينتج عندي فالق بارز او ساتر. لما يتحد صخور حائط علوي مع صخور حائط علوي لفالقين عاديين، بينتج عني يا شباب فالق خندقي او خسفي. خلاص، طيب عايزين دلوقتي بقى نعرفهم بشيء من التفصيل. يبقى هو يا شباب الفالق البارز او الساتر لما تتأثر الصخور بفالقين عاديين بيتحدوا معا في صخور الحائط السفلي، يبقى ده الفالق البارز. هو ده الفالق البارز اهو، ادي فالقين عاديين اتحدوا مع بعض في صخور الحائط السفلي فينتج لي الفالق البارز. اما بقى الفالق الخندقي او الخسفي، دي لما تتأثر الصخور بفالقين عاديين بيتحدوا معا في صخور الحائط العلوي. زي دي كده يا شباب، ادي فالقين عاديين اتحدوا معا في صخور الحائط العلوي، فده بنسميه فالق خندقي او خسفي. يبقى احنا كده يا شباب خلصنا انواع الفوالق، خدنا الفالق العادي، خدنا الفالق المعكوس، خدنا الفالق الدسر، وخدنا فالق ذو حركة أفقية، وخدنا واخذنا كمان الفالق البارز او الساتر، وخدنا الفالق الخندقي او الخسفي. دلوقتي بقى يا شباب هناخد أهمية الفوالق. خلاص، ايه بقى هي أهمية الفوالق؟ أهمية الفوالق يا شباب، أول حاجة إنها تعتبر مصايد للبترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية. يبقى أول أهمية من أهمية الفوالق إنها تعتبر مصايد للبترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية. تاني أهمية يا شباب إنها أماكن تصاعد مياه ونفرات ساخنة على مستوى الفالق. بيتصاعد مياه ونفرات ساخنة على مستوى الفالق، زي كده في منطقة عين حلوان، عيون حلوان بحلوان، يعني عيون حلوان يبقى أكيد خلاص موجودة في حلوان. خلاص يا شباب، يبقى أماكن تصاعد مياه ونفرات ساخنة على مستوى الفالق، زي في منطقة عيون حلوان، عيون حلوان دي موجودة في حلوان. والعين السخنة، العين السخنة دي يا شباب موجودة على الساحل الغربي لخليج السويس. وحمام فرعون، حمام فرعون ده موجود على الساحل الشرقي لخليج السويس. والمهم ان دول كلهم بيستخدموا في السياحه والعلاج. خلاص يا شباب، يبقى اول اهميه تاني انها تعتبر مصايد للبترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفيه. رقم اتنين انها اماكن تصاعد مياه ونفرات ساخنه على مستوى الفالق، زي مثلا في منطقه عيون حلوان اللي هي في حلوان، والعين السخنه اللي موجوده على الساحل الغربي لخليج السويس، وحمام فرعون اللي موجوده على الساحل الشرقي لخليج السويس، ودي كلها بنستخدمها في السياحه والعلاج. ثالث أهمية يا شباب من أهمية الفوالق إنها بترسب معادن الكالسيت والمنجنيز والنحاس وخامات القصدير اللي هي ليها قيمة اقتصادية كبيرة، نتيجة إن في مية معدنية تصعد في الشقوق على طول مستوى الفالق. يبقى يا شباب ثالث أهمية من أهمية الفوالق إنها بترسب معادن الكالسيت والمنجنيز والنحاس وخامات القصدير اللي ليها قيمة اقتصادية كبيرة. الكلام ده ليه او علل؟ قال لي نتيجة صعود مية معدنية في الشقوق على طول مستوى الفالق. كده يا شباب خلصنا اهمية الفوالق، ودلوقتي هنعرف ايه هي الظواهر اللي بتصاحب الفوالق، واللي اقدر من خلال هذه الظواهر احدد مكان الفالق. يبقى يا شباب هنتعرف دلوقتي على الظواهر اللي بتبقى ملازمة للفوالق، ومن خلال هذه الظواهر بتقدر تعرف مكان الفالق. أول ظاهرة يا شباب هي انصقال جوانب الفوالق، وبيبقى فيه خطوط موازية لحركة الصخور. يعني انت عارف ان انا مثلا لو انا عندي ثلاث طبقات هعملها رسمة مصغرة لاني رسمناها كتير قوي، ادي الثلاث طبقات اللي حضراتكم شايفينه دي يا شباب، فانا جالي مستوى الفالق وقام كسره، فقال لي جوانب الفالق بتنصقل، كأنك كده عندك حتتين صخر وبتحتكهم ببعض،
فانصقال جوانب الفوالق، وبيبقى فيه خطوط موازية لحركة الصخور. يعني لما تجيب صخرتين ويحتكون ببعض، فالخطوط دي بتدللك هل الصخور اتحركت حركة أفقية ولا حركة رأسية، هل الصخور اتحركت حركة أفقية ولا حركة رأسية. يبقى أول ظاهرة يا شباب انصقال جوانب الفوالق مع وجود خطوط متوازية لحركة الصخور. رقم اتنين يا شباب وجود بريشيا الفوالق. ايه هي بريشيا الفوالق دي؟ هي فتات من الصخور المهشمة وبيبقى ليها حواف حادة. خلاص يا شباب، يبقى أول ظاهرة تاني انصقال جوانب الفوالق وبيبقى فيه خطوط موازية لحركة الصخور على مستوى جانبي الفلك. رقم اتنين يا شباب وجود بريشيا الفوالق. ايه هي بريشيا الفوالق دي؟ هي فتات من الصخور المهشمة وبتكون ذات حواف حادة. طبعا في ظواهر تانية زي مثلا ظاهرة تصاعد نافورات المية وترسيب الايه المعادن على طول مستوى الفلك. يبقى أول ظاهرة انصقال جوانب الفوالق مع وجود خطوط موازية. اتنين وجود بريشيا الفوالق يا شباب. رقم ثلاثة تصاعد نافورات المية وترسيب المعادن. دي برضو من ضمن الظواهر، تصاعد نافورات المياه وترسيب المعادن على طول مستوى الفلك. دي برضو من ضمن الظواهر، تصاعد نافورات الماء وترسيب المعادن على طول مستوى الفلك. دلوقتي بقى يا شباب هندخل وعايزين نعرف أين تحدث الفوالق. الفوالق دي بتحصل فين؟ قال لي يا شباب إن الفوالق زي الطيات بالظبط، بيحصلوا في جميع أنواع الصخور. يبقى الفوالق زي الطيات بيحدثوا في جميع أنواع الصخور. خلاص يا شباب كده. طيب هما بيحصلوا في جميع انواع الصخور. ايوه بيحصلوا في جميع انواع الصخور، ولكن عندي الصخور الناريه والصخور المتحوله بيظهر فيها تراقيب الطيات والفوالق، ولكن بصوره اقل وضوح من ظهورها في الصخور الرسوبيه. ليه بقى؟ لان الصخور الرسوبيه ذات طابع طباق التكوين نتيجة اختلاف الصخور الرسوبية عن بعضها البعض من حيث السمك واللون والتركيب المعدني والكيميائي وكمان المادة الملحمة والنسيج المحتوي والمحتوى الحفري. تاني يا شباب، يبقى أنا دلوقتي عندي إن الفوالق والطيات بتحصل في جميع أنواع الصخور. طيب أنا عندي في صخور نارية وفي صخور متحولة بيحصل فيهم ولكن بصورة أقل، ولكن بصورة أقل وضوح من الصخور الرسوبية. يبقى بتبقى أقل وضوحاً. يبقى في الصخور النارية المتحولة يا شباب، الصخور النارية والصخور المتحولة بتبقى الصورة أقل وضوح، أما بقى في الصخور الرسوبية بتبقى واضحة. في الصخور الرسوبية سواء الطيات أو الفوالق بتبقى واضحة قوي. ليه بقى يا شباب؟ قال لي لأن الصخور الرسوبية ذات طابع طباقي، ذات طابع طباقي طباقي التكوين نتيجة اختلاف الصخور الرسوبية عن بعضها، بتختلف عن بعضها من حيث السمك، اللون، التركيب المعدني والكيميائي، التركيب المعدني والكيميائي والمادة الملاحمة والنسيج وكمان المحتوى الايه الحفري. خلاص كده يا شباب. يبقى انا عايزة اقول لك في الاخر ان الفوالق والطيات بتحصل في كل انواع الصخور، ولكن في الصخور النارية والصخور المتحولة بتكون اقل وضوح من الصخور الرسوبية. اشمعنى؟ لان يعني بتكون ظاهرة في الصخور الرسوبية. يعني يا شباب الفوالق والطيات بتظهر جدا في الصخور الرسوبية. علل او بما تفسر، هنقول لانها ذات طابع طباقي، لان الصخور الرسوبية ذات طابع طباقي التكوين نتيجة اختلافها عن بعضها. الصخور الرسوبية بتختلف عن بعضها البعض في ايه يا شباب؟ في السمك وفي اللون وفي التركيب المعدني والتركيب الكيميائي والمادة الملحمة والنسيج والمحتوى الحفري. خلاص كده يا شباب. يبقى احنا كده عرفنا ان هما بيحصلوا في جميع انواع الصخور، ولكن بيكونوا واضحين قوي في الصخور الرسوبيه، وعرفنا ايه السبب، لانها ذات طابع طباقي التكوين وبتختلف عن بعضها في كل الحاجات دي، سمك ولون وتركيب معدني وتركيب كيميائي وماده ملحمه ونسيج ومحتوى حفري. اخر حاجه يا شباب عشان ما نطولش على بعض اكتر من كده، هناخد الفواصل. هل الفواصل صعبه؟ اطلاقا. بصوا يا شباب، الفواصل هي برضو تراكيب جيولوجيه تكتونيه الاصل، يعني هي من التراكيب الجيولوجيه الثانويه. طيب ايه اللي حصل؟ عندك مثلا كتلة صخرية حصل لها كسر، خلاص كده؟ طيب ايه الفرق ما بين الصخور وايه عفوا، ايه الفرق ما بين الفواصل وايه الفرق ما بين الفوالق؟ قال لي لما حصل كسر الصخور ما اتحركتش. يبقى يا شباب الفواصل، تاني الفواصل هي تراكيب جيولوجية تكتونية الأصل، يعني هي يا شباب تراكيب جيولوجية ثانوية، هي عبارة عن قصور.
القصور دي موجوده في الصخور المختلفه، سواء صخور ناريه او صخور رسوبيه او صخور متحوله، ولكن ما حصلش ازاحه. يعني حصل كسر للصخور، ولكن حصل كسر في الصخور، ولكن الصخور ما اتحركتش، لا اتحركت لا فوق ولا تحت ولا شمال، هي ثابته. اي نعم حصل كسر للكتله الصخريه اللي قدام حضراتكم، ولكن هي ثابته، ما حصلش تحرك لهذه الصخور. خلاص كده يا شباب، ما حصلش اي ازاحه. لكن لقينا ان المسافه ما بين كل فاصل والتاني، المسافه ما بين كل فاصل والتاني بتختلف من عده سنتيمترات الى عشرات الامتار. يبقى المسافه ما بين كل فاصل والتاني بتختلف من عده سنتيمترات الى عشرات الايه الامتار. يبقى انا عارف ان الفواصل يا شباب هي في كسر حصل في كتله صخريه، ولكن الصخور ما اتحركتش. المسافه ما بين كل فاصل والتاني بتختلف من عده سنتيمترات الى عشرات الامتار. وده بيعتمد على ايه بقى يا شباب؟ ده بيعتمد على نوع الصخر، وبيعتمد كمان على سمكه، وبيعتمد على طريقه استجابته للقوه المؤثره عليه. يعني ايه الكلام ده؟ خلاص كده يا شباب، يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان الفواصل ان حصل عندي كسر في الكتله الصخريه، ولكن الصخور ما اتحركتش. المسافه ما بين كل فاصل والتاني بتختلف من سنتيمترات الى عشرات الامتار. ده بيعتمد على ايه يا شباب؟ بيعتمد على نوع الصخر وسمكه وطريقه استجابته للقوه المؤثره عليه. عايز اديك مثال بسيط. لو انت عندك صخر مثلا سمكه كده، وجبت صخر تاني سمكه كبير قوي كده، هل يا ترى لما يحصل كسر هيبقى ده سرعة الكسر هنا، أو عفوا المسافة ما بين الفصل هنا زي المسافة من هنا؟ مستحيل لاختلاف السمك. برضو عايزة أقول نوع الصخر، صخر مثلا بيتكسر بسرعة، وصخر بيتكسر نفس نفس السمك، ولكن مع اختلاف المادة، ده من نوع وده من نوع تاني. هل يا ترى المسافة ما بين كل فصل وفصل هتبقى شبه بعضها؟ لا، على حسب اختلاف نوع الصخر، وعلى حسب اختلاف سمكه وطريقه القوه المؤثره عليه. ان مثلا ممكن يكون سبب الفوارق مختلف، يعني سبب الكسر ممكن يكون مختلف، ممكن يكون بسبب قوه الضغط يعني اللي بتبقى نابعه من بطن الارض، ممكن تكون مختلفه، ممكن تكون قوه مختلفه. خلاص يا شباب، يبقى انا عرفت اولا ان المسافه ما بين كل فاصل والتاني بتتراوح من سنتيمترات الى من عده سنتيمترات الى عشرات الامتار، وده بيتوقف على نوع الصخر، يتوقف على سمكه، ويتوقف على طريقه استجابته. يعني مثلا اديتكم مثال ان لو صخر سمكه صغير كده، مش هيبقى فيه مسافه ما بين كل فاصل والتاني زي فاصل سمكه كده. لو فاصل سمكه كبير كده، لو جالي كسر هيبقى المسافه ما بين كل فاصل والتاني كبيره، لكن لو فاصل سمكه صغير كده وحصل له كسر هيبقى المسافه ما بين كل فاصل والتاني صغيره. فاهمين يا شباب؟ فده بالنسبه للسمك، وكذلك برضو بالنسبه للنوع. يبقى انا لو انا عندي ادي فاصل من نوع معين، او صخور من نوع معين، وادي صخور من نوع معين تاني او من نوع تاني، يبقى يا شباب السمك اهو دلوقتي انا عندي ده سمك الصخور اللي قدامي، وده السمك صخور. طيب حصل كسر لهذه الصخور، هل المسافة ما بين الفاصل كل فاصل والتاني هتبقى زي المسافة هنا؟ لا طبعا، لاختلاف السمك. هنا مثلا هيبقى المسافة ما بين كل فاصل والتاني كبيرة، هنا المسافة ما بين كل فاصل والتاني صغيرة. نيجي هنا بالنسبة لنوع الصخر، ده من نوع وده من نوع تاني. لو حصل كسر لهذه الصخور، هل المسافة ما بين كل فاصل والتاني هتبقى متساوية؟ طبعا لا. ليه يا شباب؟ لاختلاف نوع الصخر. رقم 3، القوة التي تؤثر عليه. طبعا القوة المنبعثة من بطن الأرض مختلفة، ودي تراكيب جيولوجية ثانوية، ودي تراكيب جيولوجية ثانوية يعني منبعثة من بطن الأرض. ممكن مثلا تأثر على مجموعة من الصخور قوة معينة، ومجموعة من الصخور تأثر عليها قوة تانية. فنوع الكسر اللي هيحصل واختلاف المسافة بين الفواصل أكيد مش هتبقى شبه بعضها. ومن هنا يا شباب نستنتج إن القدماء المصريين استفادوا من الفواصل في بناء المعابد والمقابر، وكمان في عمل المسلات. يبقى لما عرفنا خواص الفواصل قدرنا نفهم ان القدماء المصريين استفادوا من الفواصل في الصخور في بناء المعابد وفي بناء المقابر وكمان في المسلات. يبقى القدماء المصريين استخدموه في بناء المعابد والمقابر وعمل المسلات لما درسنا خواص المفاصل. عفوا، لما درسنا خواص الفواصل عرفنا ان القدماء المصريين استفادوا من وجودها في الصخور في بناء المعابد والمقابر والمسلات. بص يا شباب، ان شاء الله ده كان فيديو الشرح. بالنسبة للناس اللي عايزة رسومات على حسب يعني النظام الجديد وكده، بإذن الله عز وجل هينزل رسومات على الفوالق
صور يعني عليها، هنزلها على طول بعد فيديو الشرح. اتمنى اكون استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله.